أنا حسام بكير، مصور جريدة البديل. كنت مكلف امبارح إن أنا أصور الوقفة بتاعة القوى الثورية اللي عند نقابة الصحفيين والمسيرة اللي هتتبعها في وسط البلد. الوقفة خلصت وحصلت المسيرة شوية، وظهرت مديرات الشرطة ضربت قنبلة غاز على المسيرة بدون أي داعي. مفيش أي حاجة حصلت من جانب المتظاهرين تستدعي إن يحصل ضرب. بدأت الناس تيجي وتتفرق في شوارع وسط البلد، وشوية تظهر المدرعة تاني. بعد كده بدأت ظهر بقى أفراد على الأرض، كان أفراد شرطة وأفراد مدنيين معاهم، وكان الكل يعني معظمهم كانوا مسلحين. وبدأ الاشتباكات، نسمع صوت طلقات من الناحية اللي فيها الشرطة والمدنيين اللي معاهم، ومن الناحية بتاعت المتظاهرين تقريبا ما كانش فيه غير طوب وألعاب نارية ظهرت بعد شوية. اللي حصل ان في لما قربنا من ناحيه شارع شريف كده، بس الموضوع زاد قوي الضرب كده وزعنا الطلبه، ويا دوب بلف وارجع لورا، فارجع بظهري يعني. فاتفاجئت بحاجه خبطتني جامد في ظهري، اكتشفت بعد كده انها طلقه، بس الاول ما كنتش عارف انها طلقه، كنت فاكرها طوبه جامده جت في ظهري. اكتشفت انها طلقه دخلت من الجنب وخرجت من قدام. رحت بعد كده مستشفى المنيرة وعملت الأشعة المطلوبة والتحليل وكده، والحمد لله ما طلعش فيه أي آثار جانبية للطلقة، هي دخلت وخرجت والحمد لله ربنا ستر.